سيادة اللواء عبد الكريم، يعني يستند دكتور بكير على اتفاقيات بين تركيا والعراق، وبالتالي ما جدوى هذه الخطوة التصعيدية من جانب العراق باتجاه مجلس الأمن؟ أولا أنا ذكرت أنه اتفاقية واحدة وفي زمن النظام السابق، وهذه الاتفاقية أصبحت بحكم المنتهية بسبب قيام تركيا بدس حزب عناصر البي كي كي في داخل العراق باتفاق بين قيادة البي كي كي وأيضا القيادة التركية دون علم القيادة العراقية. وفي وقتها القيادة العراقية أعلنت بوضوح أن هذا عمل منافي لقواعد حسن الجوار واستنكرت هذا العمل، وكانت ظروف داعش منعت العراق من اتخاذ إجراءات في هذا الموضوع. اثنين، طريقة التعالي التي يتحدث فيها في قضية ماذا تفعل تركيا، أحب أن أذكر السيد التركي أن الجيش الأمريكي دخل ب 160 ألف جندي، 4500 كانوا قتلى على أيدي العراقيين و17 ألف معاق و34 ألف جريح، ثلث الجيش الأمريكي تم تدميته في داخل الأراضي العراقية، وعند انسحابه يعرف العالم ماذا فعل العراقيين وهم كانوا بدون حكومة، العراقيين كانوا بدون حكومة وفعلوا ما فعلوا. وأنت تتحدث الآن عن تحدي، العراقيون لا يتحداهم أحد على أراضيهم يا سيدي، جربوا وسترون ماذا سيفعل العراقيون. الآن بفصائل الحشد الشعبي نستطيع ليس فقط هزيمة الجيش التركي، تذكر عندما دخل الأمريكان وثلاثين دولة معهم لإسقاط النظام العراقي، أصدر الرئيس التركي آنذاك أمرا إلى الفريق إسماعيل من تركيا بالدخول داخل الأراضي العراقية، ورفضت رئاسة الأركان التركية ذلك وقالت نحن لا نصمت سوى أسبوعين أو ثلاثة. أما يعني أنت الآن تريد أن تعلم العراقيين كيف يقاتلون وهم يقاتلون من عام 1975، وأنتم ترون تعرفون العراقيين جيدا، ولكن استغلال للظروف هذه والتعكز على داعش، هذا بمعنى أنكم عقدتم حلف مع داعش لاستغلال هذه الظروف والدخول إلى الأراضي العراقية، وليس العراق الآن وروسيا يحمون داعش، أنتم من مولتم داعش، أنتم من سلحتم داعش، أنتم من تنسقون الآن مع داعش، والآن فضائحكم والفضائح الاستخباراتية التي تجري يوميا على كل وسائل الإعلام بالعالم تظهر بالدليل الملموس قيام حزب العدالة والتنمية ورئيسكم وعائلته كيف يدعمون داعش. تتحدث عن تحدي للعراقيين في أراضيهم، جربوا وسترون من هم العراقيون. ولكن بالطريقة التي يتحدث بها الضيف من تركيا وبطريقة التعبير الأردوغانية التي يتعالى فيها بالحديث وكأن العراق هو ضيعة من ضياع تركيا، هذا أمر غير مقبول وسيجابه بطرق شتى، وستفقد تركيا مصالحها في العراق شاءت أم أبت. هناك فصائل في العراق لديها سلاح وقادرة على أن تصل للقوات التركية ولمصالح تركيا في كل العراق، وعليهم أن يفهموا ذلك أن العراق لن يركع ولن يعني يسمح لهؤلاء بأن يكون العراق مرتعا لهم وملعبا للجيش التركي، يدخل وقت ما يشاء ويذهب وقت ما يشاء ويتفق مع محافظ مقال ويريد الدخول لتحقيق مآرب نعرفها جيدا ويعرفها الشعب العراقي ويعرفها العالم. واليوم وزارة الخارجية الأمريكية عندما تقول على الأتراك أن يضبطوا حدودهم لإيقاف التمويل لداعش وتدفق المقاتلين، فهذا أمر جاء من حليف ولم يأتي لا من روسيا ولا من جهات أخرى معادية لتركيا، وعلى العالم أن يفهم أن تركيا سبب كل الحرائق في داخل سوريا وداخل العراق. نحن نحترم الشعب العراقي ولكن لا نحترم الأشخاص الذين يدعون بهذا الادعاء أبدا، لأنهم هم يسيئون إلى الأخوة التي تربط الشعبين، الشعب العراقي والشعب. ونحن أيضا لا نحترمك أنت، تاريخنا مشترك وثقافتنا مشتركة، مهما كانت الأسباب نحترم الشعوب ونحن سوف نبقى أخوة مهما كانت الأسباب، ولكن كما أشرت هذه الادعاءات كانت فاشلة وسوف تفشل في الأيام القادمة. الشعب العراقي محترم غصبا عنك.